حبايبي بريبوان، انا لقيت دلوقتي لما بدي هوم ورك او بطلب من الطالب بروف ذات واديله فيجر واقول له اي بي سي دي باريلو جرام، بلاقي الطالب متلخبط ومش عارف. طيب ايه الحل دلوقتي؟ تعالى كده نقول مع بعض هو احنا ازاي نعملها مع بعض. انا بحاول اكبر عشان تشوف. بص حبيبي، انت فاكر من جريد 6 وقلناها السنه دي ان احنا علشان يبقى عندي ده، انا بقول لك لو ده باراليلوجرام يبقى انت بتستفيد ثلاث حاجات. اول حاجه الاوبوزيت سايد ار ايكوال ان لينث. يبقى انت لو ادالك شيب وقال لك ان ذا اوبوزيت فيجر بروف ذات ان ده باريلوجرام، لو قدرت تعمل بروف ذات ان اي بي ايكوال دي سي او دي اي ايكوال بي سي، يبقى كده انا قدرت اوصل باريلوجرام. او اتش 2 اوبوزيت سايد بدل ما هم ايكوال برضو بتدور على انهم باراليل، يبقى دي معلومه. طيب ايه كمان يا ترى هنا عندي الكلام ده؟ لا، تاني حاجة بتسأل لو أنا قدرت أجيب الـ opposite angles are equal in measure، لو قدرنا نلعب مع الـ angles برضو تبقى صح. طب تعالى نروح هنا. بص هنا بيقول لي AD كله ده parallel لده، يبقى أنا لما أقول لك parallel أنت ما تسيبهاش، ده أنت لازم تستفيد منها. لما نقول بارالل يبقى انا دلوقتي خلاص انا هشتغل على الانجل. ليه؟ لان انا عندي حاجات تقدر تستفيد منها بالانجل. طب تعالى كده مع بعض، بص معايا، انا عندي ده بارالل، لو خدنا الدي سي ترانسفيرسال، لو خدنا الدي سي ترانسفيرسال يبقى التو انجلز دول انتيريور. يبقى انت بتيجي في البروف اهو هتقول كده انا معايا دي اي بارلل للسي بي، يبقى الميجر بتاع انجل دي بلس الميجر بتاع الانجل سي 180. طب الريزون اقول له انتيريور، يبقى ساعتها انت قدرت تجيب الميجر بتاع الانجل دي بقت 180 ماينس تبقى 110. شكرا. طيب هل ينفع استفيد حاجه تاني؟ ايوه ينفع تستفيد حاجه تاني. ايه هي؟ ان انا لو رحت اشتغلت على ده ترانسفيرسال على الاي بي ترانسفيرسال، فتبقى الانجل اي اي بي ايكوال البي، يبقى كمان هقول له الميجر بتاع انجل بي ايكوال الميجر بتاع انجل اي اي بي، واجي اقول له الريزون الترنيت انجل وتبقى جنبها 110. يبقى انت جبت، بص بقى معايا، يبقى انت جبت له الانجل دي 110 وجبت له الانجل دي 110. طب اقدر استفيد حاجه تاني؟ ايوه اقدر استفيد حاجه تاني. بص معايا، انا عندي هنا ده ستريت لاين وعندي ده ري، يبقى انا عندي اتنين ادجيسنت، يبقى انا هقدر اقول له الميجر بتاع انجل دي اي بي ايكوال 180 ماينس 110 ب 70 واكتب له كلمه سبلمنت. تعالى كده نحط بقى هنا ال 70. بص كده معايا، ايه اللي انت بلاحظته دلوقتي؟ ان انا عندي التو اوبزيت دول ايكوال والتو اوبزيت انجلز دول ايكوال. كل اللي عليك ان انت هتقول في الفيرست هنا دي رول 1 وهنا دي 2 وهنا دي 3، فنقول له كده فروم 1 و 2 و 3 عايز تكتبها ان each opposite angles are equal، او على طول اقول له يبقى ال A B C D is parallelogram. يبقى انت
علشان تعمل بروف ذات باريلوجرام بتدور على حاجة من الرول بتاعته، من البروبيرتيز بتاعته. طب تعالوا نشوف another example. تعالوا كده نشوف another example. بيقول لي in the opposite figure AM equal MC MB equal MD. يبقى أنا لازم أقرأ الجزء ده وكمان أروح على الفيجر وأشوف هو موجود ولا لا. فعلا حطيت لك السيمبل أهو. طيب بيقول لك بروف ذات ان الشيب ده ال A B C D باراليلوجرام. فاحنا اتفقنا علشان نعمل بروف ذات باراليلوجرام، تعال نراجع كده مع بعض تاني. لو حبينا نشتغل على السايد، طب انا ما عنديش السايد، طب اشتغل على الانجل، ما عنديش الانجل. فالرول الاخيرة ان انا لو قدرت اعمل بروف ذات each diagonals bisects each other. طب يعني ايه كلمة bisects؟ هي دي المعلومة اللي احنا عايزين نقولها. بص حبيبي، ادي ال AC وادي ال DB هما ال diagonal، وال M هي اللي عاملة intersection. فلو انت قدرت تعمل بروف ذات ان MC equal MA MB equal MD خلاص. طب يبقى انا هبتدي اهو اقول له البروف، يا مستر انا معايا ال MC equal ال MA، هو قايل لي ده جيفن، وكمان معايا ال MB equal ال MD. يبقى على طول كده اقول له اهو ان ال diagonals bisects each other. يبقى على طول يا مستر بقى عندي ال A B C D parallelogram. ادي حاجة بسيطة انت بس عايز تتعود. انا بعمل ايه؟ انا بعمل الانفرس. يعني لو انا قلت لك باريلوجرام تستفيد منه، لو انا بقول لك بروف ذات باريلوجرام لازم تدور على اي بروبيرتي وتثبتها. طيب تعالوا كده نشوف عايز ايه تاني. بيقول لي انا عايز الميجر بتاع اي سي دي، انا عايز الميجر بتاع الانجل دي عايزها. طب ما انت مديني حاجة جميلة، مديني هنا 25 ومديني هنا 110. ال 100 ان، بص حبيبي تفكرني على طول بالفيرتيكالي اوبزيت، دي 110 تبقى دي 110. اروح اكتبها اقول له كده الميجر بتاع انجل سي ام دي ايكوال الميجر بتاع انجل اي ام بي، واقول له في او اي وايكوال 110. يبقى اي عندك intersection لتو ستريت لاين لتو ريز intersection لتو لاين سيجمنت على طول vertically opposite angle. بص بقى الراجل ده parallelogram، وطالما انت parallelogram فانا عندي ال DC parallel لل AB، يعني الراجل ده parallel، دي من البروبابيلتي بتاعته. عندي الفورم اللي انتوا بتحبوه ده اهو، تبقى الانجل دي مع الانجل دي. بص كده هطلع لفوق شوية، يبقى عندك الانجل اللي هي 25 هتروح عاملة مع دي 25، تيجي تكتب له كده الميجر بتاع انجل سي دي بي ايكوال ميجر اوف انجل اي بي دي، واقول له بقى الريزن ان هم الترنيت وتبقى هي كمان ب 25. طب انا دلوقتي عايز ايه؟ انا عايز دي. طب ما هي دي انتيريور انجل في تريانجل، الصم بتاعته 180. يبقى انا هطلع لفوق شويه وبعدين اجيبها لك كلها تاني. يبقى انا هقول كده بقى، يبقى الميجر بتاع الانجل اي سي دي هتبقى ايكوال 180 ماينس 110، ومعاه ال 25 تطلع لي يا مستر 45 وتخلص المسألة. هجيب لك المسألة كلها اهي عشان لو حابب تعمل سكرين شوت اهو. all the best. حاول تتفرج على مسألة مسألة، تتفرج على 30 ثانية 20 ثانية اني انا قلت عندي هنا الدياجونال بايسكت، بعد كده ان انا قلت عندي الانترسكشن. حاول تتفرج وتشوف حتة ان انا معايا parallel. all the best.